الأمور نوعين، وأرى في القاعة وجوها عندها ارتفاع طويل على مستوى اشتغال في والسادة الأستاذات والأساتذة، أستاذات الفضليات والأساتذة الفضلاء، السادة المفتشون، السادة المسؤولون عن أندية أخضر والمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها. هذا اللقاء الجهوي تنظمه الأكاديمية وطبعا الحال دأبت على تنظيمه سنويا في بداية كل موسم دراسي، طبعا الحال لتقاسم برنامج العمل الجهوي للأنشطة التربوية مع جميع المتدخلين بهدف إشراكهم في عملية إنجازه بشكل تشاركي. طبعا الحال نهدف من خلال هذا اللقاء هو يعني عرض ما تم إنجازه كحصيلة الموسم الماضي وما سيتم إنجازه خلال هذا الموسم طبيعة الحال من أجل وضع جميع المتدخلين وإعطائهم كأرضية يعتمدونها من أجل بناء برامج عمل على المستوى الإقليمي وأيضا المستوى المحلي. طبيعة الحال هو أيضا فرصة لتقييم وأيضا لوضع اقتراحات وتوصيات من أجل أجراءتها ومن أجل تجويد العمل على المستوى الجهوي، وبطبيعة الحال أيضا فرصة لإشراك جميع المتدخلين من أجل يعني وضعهم في صورة على بطبيعة الحال على الأنشطة التي تنظمها الأكاديمية من أجل يعني المساهمة كل من جانبه مع المؤسسة التعليمية. بطبيعة الحال اللي هي حيث نعرف أن المؤسسة التعليمية هي هم وهم الجميع وعمل يجب أن يشترك فيه الجميع وأن يساهم الجميع في دعم المؤسسة التعليمية. اليوم في إطار هذا اللقاء بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي خصص يعني البرنامج عمل سنوي للأنشطة التربوية ومجموع المسابقات التي سينظمها ولتخذ بطبيعة الحال شعار من أجل يعني مدرسة أو مؤسسة مفعمة بالحياة. بطبيعة الحال الحياة المدرسية هي مدخل أساسي من أجل أن نرسخ قيم التسامح وقيم حب الانتماء للمؤسسات التعليمية. اليوم في هذا اللقاء تم التعرف على مجموعة من الأنشطة ومجموعة من المسابقات سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى التشبيك على المستوى الوطني، وهي فرصة لتلاميذ الجهة وفرصة كذلك المؤسسات التعليمية بالجهة من أجل جو من التنافس قصد تمثيل الجهة أحسن تمثيل بطبيعة الحال وفتح المجال أمام التلاميذ لتفجير إبداعاتهم وطاقتهم. جينا اليوم مع أساتذة ديالنا باش نتعرفوا على مسابقات اللي غيديروا هذا العام، وهي فرصة لينا باش نشاركوا ونخرطوا في الحياة المدرسية. أن هذه الأنشطة كتساعدنا في الانسجام داخل الحياة المدرسية وكتعطيك شخصية قوية وكتخليك عارف تخليك منسجم داخل مع التلاميذ والأصدقاء ديالك، كتخرج من الأجواء المدرسية إلى أجواء المنافسة مع التلاميذ. كما كنعرفوا أن هذه الأنشطة الحياة المدرسية كتساعدنا في الانسجام داخل المدرسة ومع التلاميذ وكتزيد تعرفك على الحوايج ما كنتيش عارفهم نتايا